كسو دوادا داو ديال وراركي يغدن بي إلا سعانوت قدوبدا داوان دونتان وحا كميدا دولان كي يغو عسلا أو ساعدا هسو سعودو لغو قادا يو تاليسكا غو جعادة سلو عربترو عيدا مدى سومالي لان اي هالكاسي كدو مالي سنايو بيشا للبهان تي أو اغو مغا عدرتي تاليسكي غلو دياشا اي لغي إريي مهد عم باشي عيدا مديسا مجاهد حسكول أحمد صالح أو اها مجاهد كي هو غامنا يي رقي او داشي باشا جامع سياد ايشان ايو طبانكي دقيق الله سعانوت كغساري سومالي لان مهد عم باشي او لو قبتي مدكوبان سيو اسكوسو ديبو بيلاها هرتي او ديارگروغي او قدن بيي او قجرو سيدي عيدان كمامول كسومالي لان لغساري لها قودهان قبل كسول يا عيدان كبوليس كي اس سي قاتمو او لهير جليي يضو عيدا مدني اي كهول جلي دوران دمان ديگان ندا مغالا دا لا سعانو اي عاسمد اس سي قاتمو قدو بدا اي قار كلا او فافاسن اي داون دونتان هدي انوغو عصوب تهي داو دا چانل كان سبسكرايب سار حق هو سي كومنتي غاركت دا دا نغلو دا موقال كان لايك سار سي ساحي ببادنو او غارو وانا مهسنتهين اينو كوبلونا داو ديال مغالا دا لا سعانو دي حرونتو قبل كسول ايا وحا كسعون ايا داق داقاقيا عيدان يضو لو ديار قروب يو دولان علوس او الغوقاد يو هرادiga عيدان كمامو الكسوما للان اي كسوغان دانكا دولايت كلا سعانو كدي مركي غراد كقود اي اساسي قاتمو غراد جامع غراد علي او كدو واقعي ان بيشا ايسان وحبال لهاري دونين ايا مانتا وحا كسعون اي مغالا دا لا سعانود ديار قروب يو قدن بي اي الغو ديار قروب يو ان دولان لغو قادو عيدان كمامو الكسو مالي لان غراد دا اساسي قاتمو او هو قامنا اي غراد كا قبل كسول غراد جامع غراد اسماعيل ايا مانتا وحا سدو كلا اي تغين تاليس كا قول ودياشا او ها هالكي لغا ساري مهد عم باشي عيدا مديسا غرادة دا اساسي قاتمو ايان هالكاسي كسو بندگي هوب ايا قادي دagaal ايا وليبا سدو كلا عيدان كميلتريغا اي باشا للبهانته اوغا قيب جليو دagaal كا كدن كا عيدان كا سومالي لان سدو كلا نا اوتاگن دفاعيدا شعب كا لا سعانود غرادة دا ايا وحقرات كا باشا للبهانته ايا وحا يوغو مقعدرين تاليسكي هورا اي قول ودياشا قوتا دا الليحاد مجاهد حسكول أحمد صالح وها مجاهد كي هو قامنا يي رقي باشا جامع سياد ايكو قوليستي إن مقالة دا لا سعانود قدهي دا لغا سارو عيدان كمامو الكسو مالي لان حرداني قول ودياشا ايا كمي دا هيد قوبها اللا حسوستو إن اي عيدا مدى اساسي قاتمو دقيقة دا كوبان اغا سارين مهد عم باشا اي عيدا مدى كلا ايسو مالي لان مهد عم باشي او ديدي ان داد كيسا او لدرين نغضو ايا او قدن باينتي ويرار كاني وحبا آن لور ريبانين اي كو قادين عيدان كا اساسي قاتمو يدو هالكاسي نفتا اي كلا عرارين عيدان كيسو مالي لان ايو هرقل مهد عم باشي او هو قامنا اي عيدان كاسي مهد عم باشي اي عيدا مديسا ايانا هاتن وحا ايغو بحصة دا هاي كسوغين تاليسكا غو جعادة اي دولايت كلا سعانود هالكاسي او ساعدها سوء دن عيدان كا اساسي قاتمو اي وعد كومارين ان اي كوويرر دونان عيدان كا سومالي لان مجاهد حسكول احمد صالح اي اسيمك عيسو اللويني يو وحا بيش جامع سياد يو قودهان مدح داقاميت كدول بحان تايس لقرتين ان لغو مقعدرو حرداني لغا ساري عيدان كا مامو الكا سومالي لان اي قول ودياشا هوري لو ارنجري بيشا دول بحانتي ايانا حرادا قول ودياشا وحا ماانتا اي كوسو بندقتي دولتوس ملتري اوان هوري لو اركن تانجيه داد دagaal اي هوب دagaal او عسريا وحانا اي وعد كومرين ملتريغا ان دagaal ابيد كي اوغو درنا اي قاد دونان كدي مركي غراد كي اساسي قاتمو وشيغي ان حد كدب اي سن وحب اللهاري دونين ما داما باشا إساق مركا لغا ريبو غر حجيس بيلاها هبر أول هبر جعلو إيولي بسودو كلاي قودهان عيدان كمامو الكسو مالي لان أي مالين والبويرر كويهين شعب كا اساسي قاتمو أي كسوغان لا سعانو دوه عاسي مدى قبولة دا اساسي قاتمو هلا عحلقان كبحا يقو ده سلقا قوش عده مدافع دا لمغلا يو يدقال ساعد كور كقرحي
أجرك جوج عدايا كدجان إن دجالك ولحي حوجج حق ديرك إس إس سي ينظام كمسبح ويهي مدفرها كبحي كوحها كل دوان النظام كإس إنم أيه وح أي مال به لصورة في ملاجئين والركل دوان أو أي دور ينني كسو قادان تولد أوج هل كأج جوج عدنا أي ورك بلا بيان تاس أو أي كشجان إن عدا مضى حق ديرك أشي هو ينكل دوان أي كوير ريان تاسنا أي كيني كرتو إن حق الدير كأي كأود رونادان بل سجود هانت اللابوين كاس أياه كدغن إن أي سنشرين وح قرش الرسمية أو أي كسو عدسين كران يسيدو كلات اللابوين أي قوانو كلادوان كاقا هادان كران موسبيح عبديه قاميه مامول كسومالي لان أياه ويلكي سومالميه لصودا في وحا أو كسوغنا مغالة برعو ولو حال كاس لغيي مهد عباشي او سيتوس اح او قرب الدوبان نظام كاس انام اسلامر كان اي شيغان محكمت ان لساره يو حدنا تاس بدل كيد وحا نظام كاس انام او اسكود ديا ان وير جهوين كلا دوانه او كو قهدو لن كاس ايو مغالد الله سبحانو كدب مركا قودون كلا قليع ايدا مدى اس انام اي كسوغان قده هسل لغا قوش عدي ايام موسبيحي سراكيشي سو وحا اي ابابولين ويرر لغا قهدو تولاد اوغ لن كاس إيه قبل كسول هل كاس أو قدام بيسا عيدن أول ده أو نظام كاس إنام أولي يهي وحسيدو كلا قرشين يهين إن آقا قوش عدا أي لن كيسا ويرر كاقادان وحينا قو آميين إن عيدا مدى فرليا إن تقول حيسا تولاد أوك إيه قوش عدا ويرر لابا لنا علاقو قادو أي نسيداس كوش بكلا برس عيدا مدى حق الدير كاس السي أو هلي حقتن إيه قرشها نظام كموسبيحي ayaa kol horaba iska la qaybiyay kuna tala galay labadan weerar iyagoo gurmadiyo kala duwan ka sugeeyay dhanka magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool muddo saacad ka hor ah ayaa waxa bilowday dagaalka tooska ah ee ka socda aaga Goojcade oo ah qaybti Goojcade ku jirtay oo dagaalka bilowday ciidamada SNM ee ku sugan tuulada Oog ayaa iyaguna waxay isku dayeen in ay qaadaan tilaabo ay ku beegsanayaan dhankaas iyo ciidamada xaq u dirka SSC balse waxa ay helaan qorshaha ah in ciidama aan ahayn kuwa ku jira dagaalka Goojcade aagisa ka socda ee xaq u dirirka SSC ay ku sugan yihiin inta u dhaxaysa Goojcade iyo tuulada Oog ayna u diyaarsan yihiin in gabi ahaanba ay ka jawaabaan isku wa tilaabooyinka ay doonayaan in ay weerar ku qaadaan ciidamada ku sugan tuulada Oog taas ayaana sababtay in saraakiisho gaaminaysa ciidamada ku sugan tuulada Oog ay dib u dhigaan dagaalka waxa si halaag iyo jab u qabsaday ciidamada SNM ee gudaha Goojcade oo iyagoon xogta helin tilaabo qaaday isla markaana weerar ka bilaabay ciidamada xaq u dirirka SSC ayaana u dhigay 10 lama ilaa waana xilligan oo ay tahay asmadoobaad waxa gudaha Goojcade la arkaya holac ka baxay iyo sidoo kale qiiq ciidamada xaq u dirirka SSC oo dhawaan helay hub culus oo laga keenay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay bilaabeen maalmihii la soo dhaafay hadii ciidamada SNM ay isku dayaan in wax badda ah yiridaan inay ugu jawaabaan hubka culus oo ay si toos ah u beegsadaan dhankaas iyo deegaanada SNM waxana gudaha saldhiga Goojcade dhowr jeer ay ku dhufteen madaafiic culus madaafiicdaas oo sababtay in uu gubto gudaha saldhiga Goojcade guryo ku yaala isla markaana waxaa sidoo kale ay ciidamada xaq u dirirka saraakiishiisu warqabad u sheegeen in ciidamadii SNM ee aaga Goojcade weerarka ka qaaday ay ka dhigeen wax dhintay wax dhaawacma iyo sidoo kale wax tan iyo xilligan la ciirsanayo oo ku sii cararaya gudaha saldhigga Goojcade ciidamada xaq u dirirka saraakiisha hoggaaminaysaahi waxay hoosta ka xariiqeen in aysan aqbali karin guud ahaanba tilaabooyinka kala duwan ee nidaamka SNM ay doonayaan in ay ka qaadaan gudaha deegaanada SSC saraakiisha ciidanka xaq u dirirka ah ee SSC ayaana meesha ka saaray in ay dhaqan gasho guud ahaanba tilaabooyinka ay u doonayaan kooxaha nidaamka Muuse Biixi oo si bareer ah u weeraraya magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool ciidamada xaq u dirirku waxay sheegeen in tilaabo walba oo la qaadaahi ay noqonayso mid meesha ka saaraysa isku dayada ciidamada SNM ay doonayaan aagagaas ay ku sii joogaan hadda ciidamada ku sugan gudaha saldhiga Goojcade madaafiic ayaa lagu garaacay kuwii weerar ka soo qaaday waa la kala ceyriyay wax dhintay iyo wax dhaawacma ayaa laga dhigay si weyn ayaana loo weeqay taas ayaa waxay ka dhigan tahay in guud ahaanba ay ku fashilmeen isku dayga qorshaha ay doonayeen in magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool ay si toos ah weerar ugu qaadaan
إذا مدى SNM أيانا كتيرة مالميه أغوحما إيه دقالادان يويرادا أي كفولين أيان لنكاس إيو دولادكا مغالادا لاس عانود إيه حرونتا غوبالكا سول مغالادا لاس عانود سي وين أيا أغوحبين ندامكا موسبيحي وحاسيدو كلا لغساري انتا دقال كانو سعودي مغالوين مهيم أه أو كاترسان لنكاس إيو غوبالكا سول ملاحا لغساري وحاكم بدا ديغان ومغالوين كا إيه حدون iyo sidoo kale booxame tukarag gumeys iyo sidoo kale magaalooyin talex ay ka mid tahay guud ahaan ba magaalooyinkaas ayaana la wiiqay awoodi SNM iyagu ciidamadooda meesha laga saaray ciidanka ugu macquulsan ee joogay hadda waxay ku sugan yihiin dhankaas iyo tuulada oog iyagoo gabi ahaan ba si walba ugu fashilmay xaaladda deegaanka iyo sidoo kale wax ka qabashadiisa ciidamada SNM ayaa waxay ku doodeen maalmihii la soo dhaafay in loo baahan yahay inay qaadaan tilaabooyin awoodooda ay ku soo ceshanayaan balse ma muuqato in awoodooda ay soo ceshan karaan ee waxana si walba ay ugu fashilmeen wax ka qabashada xaaladaha kala duwan ee deegaankaasi ka jira ciidamada SSC iyo sidoo kale guud ahaan dhinacyada kala duwan ayaa waxay u muuqdaan in aysan hayn jawaab rasmi ah oo ay ka bixiyaan fashilka ka soo gaaray guud ahaan ba deegaanada kala duwan ee ay hadda dagaaladu ka dhaceen xaqdirka SSC iyo sidoo kale dhinacyada kala duwan ee gurmadka waa ayaana qaaday tilaabo meesha ka saartay go'aan walba oo Muuse Biixi uu si toos ah ugu wajahay dhankaas iyo magaalada Lascaanood Muuse Biixi ayaa dhawaanahan ba waxa uu qaaday go'aan kala duwan oo mar walba muujinayay fashilka rasmiga ah ee uu ku dhex jiro iyo sidoo kale ceebta dul hoganaysa hadda waxay si weyn isku hayaan wadaadadii magaalada Hargeysa ninka lagu magacaabo Sheikh Mustafa Harun oo ka mid ah wadaadada ugu waaweyn Hargeysa ayaa Muuse Biixi markan ay kala bixil ay yihiin ciidamo ayaa la soo wariyay in Muuse Biixi uu qorsheynayo inuu u diro wadaadkan lagu magacaabo Sheikh Mustafa Harun waxana laga yaabaa in waqti kooban la xiro masjidka uu magaalada Hargeysa imaamka ka yahay sidoo kale waxa laga yaabaa wadaadku inuu gali doono xabsi mana aan markii ugu horeysay oo Muuse Biixi wadaad uu xiro waxa sa jiray wadaad kale oo dhowr jeer oo hore uu xabsiga u taxabay isla markaana xiray nidaamka Muuse Biixi ayaana ku jira maalmihii ugu dambeeyay xubno uu ka mid yahay Faisal Cali Waraabe ayaa si toos ah u horboodaya isla markaana doonaya in uu fashiliyo nidaamkiisa meeshana ka saaro guud ahaan boqorshayaasha kala duwan ee nidaamkiisu uu ku wajahayo xaaladaha deegaanka ciidamada xaqdirka SSC ayaa ku jira maalmahoodii ugu adkaa iyo sidoo kale go'aanadoodii kama dambeysta ahaa ee ay doonayeen inay meesha kaga saaraan saameynta ay ku leeyihiin deegaanka iyo sidoo kale xukuumadoodu qorshayaasha kala duwan ee deegaankaas ay ka sameeyayso Faisal Cali Waraabe ayaa si toos ah Muuse Biixi Cabdi ugu taageeraya in uu xabsiga dhigo wadaadka lagu magacaabo Sheikh Mustafa Harun waxaana uu arkaa in Sheikh Mustafa uu qaadayo tilaabooyin ka dhana nidaamka Soomaaliland kadib markii dhawaan uu si cad ugu soo jeediyay Muuse Biixi in uu isaga baxo deegaanada dagaaladu ka dhacayaan una sheegay inaysan jirin sabab agagaas dagaallo looga abaabulo Urqaba TV ayaa idin soo gudbin doona xogaha rasmiga ah ee deegaanka iyo jabka nidaamka Muuse Biixi sidoo kale horgolmahad cambaashe ayaa lagu baaqay isaga iyo horgolada kale ee la shaqeynayo maamulka Soomaaliland in ay isa soo dhiibaan waxaana wararka qaar ay sheegayaan in mahad cambaashe beesha jaamac siyaad ay madaxiisa dul dhigtay lacag haddii uusan isa soo dhiibin iyadoo sidoo kale lagu amray in uusan keligiis imanin balse uu la soo goosto gaadiidka iyo hubka uu kula dagaalamayo dadkiisa Mahad Cambaashe ayaa hori dadaalo lagu doonayay in uu ku soo biiro SSC qaatumo uu fashilmay. Kadib markii uu diiday Mahad Cambaashe inuu isa soo dhiibo, ila ku dhowdhow Mahad Cambaashe ayaa sheegay in uu go'aankiisa ugu dambeeyo ka qaadan doono. Dagaalka ciidanka SSC ee xaqdirirka iyo waliba sidoo kale ciidanka maamulka Soomaaliland. Waxaana Mahad Cambaashe la sheegay in saacadihii ugu dambeeyay uu soo dabcay. iyadoo go'aanka ugu dambeeya ee Mahad Cambaashena laga warsugi doono